طبعا هسه اصدقائي احنا هنا غرب الساحل اللازوردي، نريد نوصل لهاي الجزيره. هسه حراكم الطريق شلون نوصل لها. نستخدم اول شيء الحصان. هاي طريقها سري، هنجي لمين؟ هنجي لمن هنا، بس انتبهوا لان اكو هنا عدو بالمكان. باعوا نزلون من هنا. هاي اكو هنا مدخل، بس عليك اكو ما توقعون، تبوا لا توقعون. باعوا هاي وصلنا المكان. خلينا نشوف اول شيء هذا الطريق. هسه بعد ما ندري هنا شنو عندنا، عندنا مكانين. هذا شنو هذا شنو؟ عندنا طريقين. اوه شنو 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 الوضع؟ ماري هو الطريق الاساسي ويا هو الطريق الجانبي. هاي اسلاب ما لنا شغل بيها. كل طريق وين يوصلنا ما ادري. ها هذا طريق جانبي بي ايتم. نشوف شنو هذا الايتم. نبتة الضريح العظيمة يعني زين. هسه نرجع. هذا يعني نبتة الضريح العظيمة. هاي تفيدكم مال تطوير هاي الارواح السبيرت. زين. بس دير بالكم من هذولا. بس دقيقة اكو ايتم بس ما اتوقع يطلع، ما اتوقع الايتم يسوى. خلنا نوخر من ذولا المزعجين ما انا شغل بهم. اوكي. هسه نروح بطريقنا الرئيسي الاعتيادي اللي هو منا. اوه الوضع بين مو لطيف. ما ادري شنو اكو بالمكان صراحة. بس هي كانت شلون الجزيرة منعزلة ببحد. طبعا راح يطلع هذا، طبعا هذا اللوبستر المزعج. بس هم زين انهزمنا منه. ما اتوقع يعطينا فد شي مهم اذا قتلنا. هسه وصلنا لهاي الجزيرة اللي بحدها على الخريطة باعو. اوه كائنات من البداية. نشوف لنا اذا اكو شو اسمه جريس. لازم اكو جريس، او المفروض يكون اكو جريس يعني على الاقل. اكو شلون ال دنجن هنا او شي. هنا اكو دنجن. اوكي ماكو مشكلة ندخل. او طبعا يعني 100% زعيم الضريح الجنوبي المجهول. زعيم ما ادري صراحة يا زعيم، ما عندي فكرة عن الموضوع. المفروض نقدر نستدعي الممك غير. لا ما نقدر، لا ما نقدر نستدعي الممك. راقصة رانا. اوه استخدم عليها مرة. دم ناخذ. لا وخر عنك وخر عنك وخر وخر. ممتاز ناخذ دم. دم 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 بسرعة. ممتاز هذا افضل شيء ضدها. راقص سرانا نقضي عليها بطريقة مثالية. قضينا على هذا الزعيم. نصل رانا الراقص وال شو اسمه الدرع مالتهم.